للوقوف على مشروع مقبرة النجف النموذجية وما يحيطها من شبهات فساد، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. أستاذ حسين، مرحبا بكم. يعني كما استمعت إلى التقرير، مشروع لإنشاء مقبرة في النجف يصفها المشرفون على أنها نموذجية، لكن السؤال المطروح، ما جدوى أن تنفق الحكومة الملايين على مثل هكذا مشاريع؟ يعني حقيقة شر البلية ما يضحك، أنه اليوم الحكومة تريد تنشئ مقابر جماعية، في حين هو الإنسان العراقي يعني منتهك حقوقه وهو بلا أدنى حقوق. هل يعني هم يفكرون بحقوق الأموات؟ ثم ما معنى ما قيمة مقبرة نموذجية؟ يعني هل ستكون هي سياحية؟ هي مقبرة. ثم اليوم احنا علينا أن احنا جزء من هذا العالم الإسلامي، اللي جميع العالم الإسلامي لديه نظام معروف أنه البلدية تخصص أرض لكل عائلة. أتذكر في العراق كان مساحتها 50 متر لكل عائلة تخصص لها لدفن الأموات. ماذا يعني مقبرة جماعية واستثمار وفساد وتدليس؟ هذا يعني حجم الفساد إلى أين وصل؟ إلى حتى للأموات بدأوا، يعني حجم الفساد وصل إلى الأموات، لم يسلم منه الإنسان الحي العراقي، بل وصل إلى الأموات رحمهم الله. طيب، هذا أمر يعني حقيقة مقزز، يعني وصل إلى حالة لا عودة يعني الفساد. طيب أستاذ حسين، على الرغم من طلب محكمة النجف فتح تحقيق بمعرفة هيئة النزاهة، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم أي شيء. لماذا تهمل الملفات رغم حديث الحكومة في بغداد أنها تحارب الفساد؟ شوف هنا أنه لماذا لم يعني بمعنى لماذا لم يعالج الفساد في العراق رغم وجود النزاهة ووجود مؤسسات؟ نعم، هذه المؤسسات هي لم تكن فاعلة، هي مجرد اسم. اليوم أكثر دولة فيها مؤسسات للنزاهة والحفاظ المال العام والرقابة المالية، وكل هذه هي موجودة في العراق، إلا أن العراق هو أكبر أو أكثر دولة فيها فساد، لأن هذه المؤسسات يعني ما لم يبقى منها إلا الاسم، القائمين عليها أيضا هم مشاركين بالفساد. لماذا لم يعالج الفساد؟ لأنه كيف يعالج الفساد من قبل فاسدين آخرين؟ هؤلاء فروع في المحافظات لديهم مركز في بغداد يدير العملية كليتها، مرجعية كل عمل فساد إلى بغداد، سواء إلى القضاء أو إلى الدوائر النزاهة أو إلى الرقابة المالية لأي جهة كانت، بالتالي ستغلق من هناك لأنهم شركاء. فهؤلاء جميعهم شركاء في الفساد، شركاء في نهب المال العام، شركاء في انتهاك حقوق الإنسان في العراق. أستاذ حسين، نعم، يعني من المستفيد من إبقاء ملفات الفساد مفتوحة دون محاسبة المتهمين؟ من المستفيد في ذلك؟ الفاسدين نفسهم، هم مجموعة فاسدين، فبالتالي لا يستطيع فاسد لا يصلح فاسد يا أستاذي، الفاسد نعم. لا يصلح فاسد، سواء كان في الحكومة المركزية أم في الحكومات المحلية. المشكلة هي هذه، أنه الفساد دب في المؤسسات العراقية أفقيا وعموديا، فمن الصعب جدا أن تجد رجل يستطيع أن يعالج هذا الفساد الكبير الموجود في العراق، خصوصا أنه الفساد في القمم وليس في القواعد. طيب أستاذ حسين، هناك من يتهم متظاهرو ثورة تشرين بالعمالة وتنفيذ أجندات، لكن تعتقد أن الفساد في العراق يمثل أجندات خارجية؟ يعني هو الفساد في العراق، الحكومة بحد ذاتها تشكلت وتأسست العملية السياسية بأجندات خارجية. نعم، جاءت هذه القوى السياسية بأجندات خارجية، اتهامها للآخرين يعني عيب حقيقة، يعني عيب واحد يعني متهم ويتهم الآخرين، بل هو ثابت عليه الاتهام. فقضية اتهام المتظاهرين هذه يعني اسطوانة مشروخة، جميع الشعب العراقي يدرك كيف جاء هذا النظام السياسي إلى العراق وهذه القوى السياسية وكيف وصلت إلى السلطة. نعم، فاتهامها لا يغير من الحقيقة شيء. من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لكم.